بالنسبة للفؤاد في القرآن، فالفؤاد بيمتلئ وبيفرغ يتقلب ويثبت فلا تتغير ضرباته، ولا يثبت فيصبح في حالة عدم انتظام. والإنسان هو مسؤول عن كيفية استعماله للفؤاد، هل أبقاه صحيحا معافى أم أمرضه بتصرفاته، هل ذهب به للخير أم للشر. وقد يكذب الفؤاد ما يراه صاحبه، وقد لا يكذبه، ويصغى إلى صاحبه فيما يؤمن به، ويهوى فيحب ويكره، ويدخله الهواء فيفرغ من الدم. والفؤاد ينشأ مع السمع والأبصار في المرحلة الجنينية، وينمو مع الطفل عند الخروج من بطن أمه لتكتمل وظيفته مع وظيفة السمع والبصر عندما يكبر الطفل. الآيات المرتبطة بالفؤاد: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. احنا قلنا إن هو في الحالات الانفعال الشديد الفيلينج فيس بتاع القلب ممكن ما يملاش بالدم من كتر السرعة في الضربات والانقباضات بتاعة القلب، ممكن ما يملاش بالدم فيبقى فارغ. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ما كذب الفؤاد ما رأى، ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يبقى القلوب بتهوي أحيانا، تميل تتعاطف تميل بالهوى. وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء. أفئدتهم هواء. في بعض الناس قالت لك ده الفؤاد ده هو في المخ. ما أعتقدش إن في دليل على الكلام ده. هما هنا بقى لك أفئدتهم هواء، يعني خالية من المحتوى. يعني لا، هو الفؤاد أحيانا القلب بجد ساعات بيبقى من كتر الضربات ان هو مفيش دم يجيله عشان يملي، فبينقبض على الفاضي، فبتبقى افئدتهم هواء. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون، ثم سواه ونفخ فيه من روحه جعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. النار طبعا التي تطلع على الأفئدة. طبعا انتوا شايفين صورة دلوقتي دي للقلب، لكن العلماء اكتشفوا حديثا حاجة غريبة جدا جدا. الأصفر ده اللي موجود ده، دي عبارة عن خلايا عصبية مرتبطة بالقلب بتعمل له ذاكرة خاصة بيه، بتعمل للقلب ذاكرة مختزنة معلوماته خاصة بيه. فلذلك ده يفسر ان ليه الفؤاد يعني ذكر في الحاجات اللي احنا قلناها. فالقلب لديه دماغ خاص به. رسم العلماء خريطة تفصيلية لهذا الدماغ الصغير والذي يسمى الجهاز العصبي داخل القلب. ده طبعا الصورة دي القلب من قلوب الفئران، طبعا في الإنسان بتبقى أكبر، يعني الحكاية أكبر.
المدير الكبير للقلب هو الدماغ المخ، لكن الخلايا العصبية في القلب لها دور أيضا، ويعتقد أن هذه الخلايا العصبية تلعب دور حاسمة في صحة القلب، مما يساعد على ضبط إيقاعات القلب وربما حماية الناس من أنواع معينة من أمراض القلب. أهم حاجة أن الخلايا العصبية دي بتبقى عاملة زي مخ صغير للقلب يفتكر بيه الحاجات اللي حصلت له، الحاجات المحزنة، الحاجات السعيدة، بيبقى ليه ميموري خاصة بيه، ليه ميموري خاصة بالقلب. ولذلك هنا يقول لك: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون. كويس؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم. وإن هو إنما السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن هي ذاكرة تراكمية، ذاكرة تراكمية. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. يبقى في تصغي إليه أفئدة، كويس، وتهوى، وما كذب الفؤاد ما رأى، كل دول الاكتشاف الأخير ده ممكن يفسر حتة مني. طبعا الكلام ده كله بيحتاج مناقشات، ما بيحتاجش إن واحد يتكلم والباقيين يصدقوه. كويس؟ العلم مش ان واحد يتكلم والتانيين يقولوا امين يعني. لا، في ابحاث، ولا انت كويس، انت رايك حلو في النقطه دي ورايك مش كويس في النقطه دي. وبعدين هو مشكله اللي بيتكلم الدعوه الاسلاميه ان هو احنا خليناها يا اما واحد ما بيغلطش، واحد بيتكلم كله كلامه صح، يا اما واحد ما بيفهمش، يعني ما فيش بني ادم طبيعي، يا إما عالم ما فيش زيه، يا إما واحد جاهل. فطبعا الكلام ده ما ينفعش. احنا مثلا لا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر كان فيهم هذا الكلام. سيدنا أبو بكر قال لك: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أصبت فساعدوني، وإن أخطأت فقوموني، وإن أسأت فقوموني. سيدنا عمر في لما رفع لما في حكاية المهور بتاعت الستات، واحدة عادية من الشعب قامت وقالت له: ليس لك ذلك يا عمر. وقال: صدقت المرأة وما عملهاش مشكلة. يعني هي أي حد لازم نتناقش، مفيش حد فاهم كل حاجة وحد التاني مش فاهم كل حاجة. كويس؟ مفيش بعض الأئمة الأفاضل يقول لك ده مونولوج مش ديالوج، يعني أنا أتكلم وأنت تسمع وكده. لا طبعا، ده الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش. أنا بقول كلام ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط، فاحنا محتاجين نتناقش مع بعض عشان نوصل لحل، وربنا يوفقنا إن شاء الله. في مثال هنا عايزين نبينه، إن إحنا عايزين نوضح الفرق بين القلب و الفؤاد. في هنا آية بتقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يبقى القلب فين؟ القلب في الجوف. طب ايه هو الجوف؟ كويس، الجوف زي ما احنا قلنا الفجوات اللي في البني ادم او الكافيتيز. احنا عندنا كرينيال كافيتي اهي، وفيرتبرال كافيتي، وبعدين ثراسيك كافيتي، ابدومينال كافيتي، وبلفيك كافيتي، يعني الفجوة بتاعت المخ والفراغ، الجوف بتاع المخ والجوف بتاع الصدر
والجوف بتاع البطن والجوف بتاع الحوض. احنا قلنا ان الحاجات اللي هي جوه الجوف ده هي دي اللي بنقول عليها القلب، ان هي مجموعة كل الاعضاء اللي موجودة ومستقبلات الحواس بتدي فيدباك للمخ، بيدي قرار بيخليك قلبك يختار هتعمل خير، هتمشي في خير ولا هتمشي في شر. ولذلك من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم اللي هو تملي بيختار الاختيار الصح اللي بينال بيه رضا الله. لو واحد بيكذب، لو واحد بيسرق، لو واحد بيزني، ده قلبه مش سليم، او بيغضب الله فده قلبه مش سليم. فده يعني فكرتنا عن، او فكرتي عن احتمال ان هو يكون ده المقصود بالقلب. نيجي للحكاية التانية اللي هو بيقول لك وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. حالة الفراغ بتاعت القلب اللي هو عضلة القلب بتحصل لما بيكون الملي بتاع القلب مش مظبوط، في حالات الانفعال العصبي الجامدة، ان في زيادة ادرينالين بيعمل زيادة في الضربات بتاعت القلب، فالقلب ما بيمتليش بالدم وبالتالي بيبقى فراغ. في فيديو هنا هنوريه لكم يبين لك ازاي ان القلب بتحصل له الحكاية دي. احنا هنا لما هنشوف هتلاقي ان في حالة الفنتريكولار تاكيكارديا اللي احنا نقصد بيها، شوف هنا ده قلب طبيعي اللي على اليمين وده قلب مش طبيعي. هنا الضربات بتاعت البطين بتاع القلب اكتر كتير جدا من الضربات بتاعت الاذين، وبالتالي البطين ما بيملاش دم، البطين ما بيملاش في الدم وبالتالي بيبقى فارغ. دي حالة من الحالات الإجهاد العصبي الجامدة جدا اللي هي بتسوء نتيجة الانفعال العصبي، بيزود الأدرينالين، الأدرينالين يزود زيادة في الضربات، القلب إذا كان ما بيمتليش كويس فيزيد عدم امتلاؤه كويس. فدي الحالة اللي هو بيبقى القلب فيها فارغ، وممكن توصل لو في حالة سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا أو ما فوق الأذين، بتوصل إن القلب يبقى أكنه بيضخ هواء، يعني ما فيش دم خالص كويس. دي الحالة التانية اللي هو بيقول لك وأفئدتهم هواء. في حالة بيقول لك وأفئدتهم هواء، أي لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. حالة صعبة جدا. فده تصورنا عن ان القلب المقصود بيه كل الحاجات اللي في التجويف ومعاهم المخ، والحاجة التانية ان هو الفؤاد ده مقصود بيه القلب، والقلب فيه جزء مخ صغير خاص بيه، واللي بيتحكم فيه برضو المخ، يعني في مخ بيخليه عنده ميموري للأحداث الفرحة والأحداث الحزينة وأحداث التوتر، بتبقى زي كارت ميموري موجود في قلب القلب عشان يفكروا باللي حصل قبل كده. فهو إذا كان اضطرب قبل كده أو حصل له حاجة مش كويسة قبل كده، فلما تيجي الحاجة دي تاني يبقى المرة دي أهدى من المرة اللي فاتت، أو التفاعل بتاعه مش زي المرة اللي فاتت. فده تصورنا عن القلب اللي هو الفؤاد، احنا نقصد بيه الفؤاد، والقلب اللي هو فيه قلب وقالب اللي هو كل الحاجات اللي موجودة فيه، الجوف بتاع الإنسان. وهنا كلمة أصبح فؤاد أم موسى فارغة، إحنا بيناها إن هو بالفنتريكولار تاكيكارد أو إن ما بيملاش كويس كويس، وربطنا على قلبها. ربطنا دي لما نيجي نشرحها باللغة العربية هيقول لك ربطنا يعني
يقال ربط نفسه عن كذا أي منعها، يعني هي من كتر الانفعال بتاعها كانت خلاص هتتكلم وتحكي وتقول أنا ابني وخدته ورميته في البحر، يعني خلاص مش قادرة. كويس، فهو ربنا منعها من ده وربط الله على قلبه بالصبر، ألهمه إياه وقواه. وده ممكن يكون تفسير لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فاللي حصل إن هي أصبح فؤاد أم موسى فارغة، بقى فيه اضطراب جامد جدا في القلب، بقى ما بيملاش دم كويس، وربنا ربط على قلبها ألهمها منعها من إنها تعمل الكلام ده، وإن كادت لتبدي به، كانت خلاص بقى هتتكلم وتقول كل اللي حصل لولا أن ربطنا على قلبها. ربطنا منعناها من الكلام ده وألهمناها الصبر لتكون من المؤمنين. وطبعا الله سبحانه وتعالى أعلم، لكن القضية محتاجة مناقشة أكبر من كده. وهل هو النموذج اللي احنا قلناه ده، هل هو صح هل هو غلط؟ لازم نتناقش فيه ونوصل لحل إن شاء الله. وربنا يوفق.